بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن تشرفنا اليوم بوجودنا في المؤتمر الدفاع الدولي ومشاركتنا في جلسة مع النخبة من المختصين والخبراء في شابية سيكوريتي بالإضافة إلى في مجالات الدفاع المختلفة. والحمد لله رأينا أهمية التعاون بالإضافة إلى العمل على استحداث تقنيات حديثة في ذلك وقوانين تختص بالمضي قدما في هذا المجال لحماية الأمن السيبراني اليوم في الدولة وفي المنطقة ككل. الحمد لله رب العالمين مشاركتنا اليوم أتت تقييما وتجسيدا لنظرة الحمد لله القيادة الرشيدة في تأمين هذه المنطقة بأن تكون من المناطق العليا في أهمية الأمن السيبراني والأمن الوطني أيضا في ذلك، وهذا اللي بنشوفه إن شاء الله أيضا خلال هذا الأسبوع في مؤتمر الدفاع الوطني أيضا. شكرا جزيلا لك.